مرحبا بكم. كما اشرت ليه، كما قلت لكم في واحد الفيديو، بان كاين واحد الموقع مغربي اللي الاغلبيه وقيله ما يعني ما كيعرفوش في المغاربه اللي كيقلبوا على العمل. هو هذا الموقع سميتو تنميه، هو موقع مغربي موثوق، يعني ما فيه حتى شي اشكال، ماشي ما فيش باش مزيان، ما فيش قوة الاعلانات ديال الادسنس او الاعلانات ديال السبونسورين ديال الشركات، يعني ما كيبرصكمش الاعلانات باش تشوفوا الاعلانات وتلفوا. لا، هذا موقع مغربي، يعني كيف كتشوفوا تنميه بواما، خاص بالجمعيات والمنظمات الغير الحكومية ديال المغرب واللي على برا ديال الخارج. كيف كتشوفوا هنا تنمية، يعني هو هذا، وكتجيو هنا، يعني بغيتي هنا درتو بالفرنسي، الا بغيتو تردوه العربية كتجيو هنا كتكليكيو على العربية او الفرنسي ولا اللغة الانجليزية. بالفعل كل واحد وش من اللغة فاش كيرتاح. الور هنا كتجي كيف كتشوفوا هنا، عندك كاع ما دير به في هذا المينيو، مينيو عادي، لاكوي تنميه والسميتو سميتو المينيو ديالو ديال الموقع كتجي هنا لتحت. هو اللي كيهمنا كما قلت لكم هو هذا اوفر دومبلوا، هذا الاوفر دومبلوا كتكليكي عليه، وهنا اوفر ابيل دوفر بالنسبه للمقاولين والمقاولين الذاتيين والشركات، كتجيو هنا هما لي زوفر اللي كاينين. كيف كتشوفوا ها هو اوفر دومبلوا شارجي دي كومونيكاسيون، التربيه من اجل التشغيل، هذه منظمه مغربيه، ربما منظمه مغربيه كاينه في المغرب. بوست دو لا كونطابيليتي، هذه كيف كتشوفوا سوشيال ميديا اسيستنت. كيف كتشوفوا الاغلبيه ديال المنظمات اللي كاينين هنا منظمات دوليه حكوميه وغير حكوميه، كيف كتشوفوا هنا. وكتجيو لتحت كاينين لي باج ديال سميتو ديال انك تقلب، كاينه 335 باج، يعني 335 باج اللي كاينه. كنجيو هنا على سبيل المثال كنكليكيو لي غلا سويت او اقرا المزيد باللغه العربيه، كنشوفوا لي ديتاي ديال هاد لوفر دومبلوا، شنو بغاو، شنو خاصهم، شنو بغاو، شنو كيطلبوا. كنجيو كنجينو كيف كتشوفوا هنا هو الايميل ديال لاش غادي تصيفطوا السي في ولا الدوموند ولا الوثائق اللي طلبوا ليكم هنا. الور كتجيو لهنا كتيليشارجيو هاد شارجي دو كومونيكاسيون فيشي، وكتشوفوا شنو فيه، وكتقراو شنو هو المطلوب، وكتصيفطوا لو دي كومون اللي قالوا لكم في الميل، راه كيحطوا لي زيمايل ديالهم. نرجعوا عاوتاني نشوفوا نشوفوا واحد اخر، او انا بوز دو كونطابيليتي كنكليكيو عليه، ها هو ديلي دو ريسيبسيون دي داتا 27/8 لاندي. المهم كتقراو عاوتاني لي اللي ديطاي ديال لوفر، شنو بغاو، شنو ما بغاو، شنو مطلوب، اش غادير لي طاش اللي غادير، البلاصه ديال الخدمه فين كاينه هنا، لو دي ترافاي لونغ يعني ديال لومبلوي، واش الفرونسي ولا لونغلي. هنا سي في هما الوثائق اللي مطلوبه، سي في كوبي كونفيرمي دو خدمه موتيفاسيون، سيرتيفيكا دو ميتريز ولا لونغ لونغلي. كتشوفوا المهم لي ديطاي ديالكم، عجبكم لوفر راه كتصيفطوا ليهم سميتو بارميل هنا غتلقى البارميل، غتلقاه هنا الميل ديال بالنسبه لهاد البوست كونطابيليتي، غتلقاه في هاد لانيكس هادي. نشوفو شنو فيه، كتكليكي على لانيكس هو كتيليشارجي اوفرير. سمحوا لي غير تكون شويه الكونيكسيون ثقيله. هنا الاخوان غادي تلقاو زوفر دومبلوا، الا جيتي تشوفو امتى، يعني البارح تبوبليا، البارح شوف شحال شافو 331 اللي شافو. كون مشيتي للمواقع الاخرين لا داعي اللي ذكر الاسماء ديالهم، غتلقى هنا كيتشوف راه وصل 1000 2000 في، يعني شوف غير البارح تبوبليا، غير البارح وصل 331 في. نخليو هذا قاعد تيليشارجي على خاطرو.
كنرجعو عاود تاني لسميتو حنا غاديين وكتقلبو حتى تلقاو سميتو حتى تلقاو البوست اللي غادي يعجبكم والبوست اللي غادي يعني اللي عنده علاقة بالتكوين ديالكم او عنده علاقة بالدومين ديال القراية ديالكم. هنا ستاجير بروجي اسيستونس اي بروتيكسيون دي زونفو نو اكومباني ايسي باري او ماروك. هنا هذه منظمة ديال المنظمة الدولية للهجرة وكالة الأمم المتحدة جيسيونير فينانسيير اسيستون دو بروجي ريجيون فاس مكناس شارجي دي كومونيكاسيون ميدياتور كومونيتير اجون دو تيران اي اسيستون. بالنسبة لهادو مزيانين منها كتكتسبوا معرفة مع شريك مع منظمات مع ناس اخرين اجانب كتعلموا اللغات كتعلموا بزاف ديال الحوايج في هاد يعني المجالات. كيف كتشوفوا هنا هو الروكروتمون هو الاوفر شوف الى فيه سميتو ما داروش فيه ما داروش هو الادريسه ديالهم سيكسيون دي زافير جينيرال كونطابيليتي بيرو تا 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 ماروك تا 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 رابع اول فين غادي تصيفطوا هذا الكوري او لي دي كومون اللي بغاو الدوسي ديالكم هو هذا الادريسة. وهادشي اللي كان الاخوان كنتمنى لكم التوفيق الله يوفق الجميع ان شاء الله ان شاء الله وقت ما كانت شي حاجة جديدة راه نبارطاجيها معكم ونتمنى لكم التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.